اكيد برضه نفس الكلام، انت عندك اكيد شعور بان كتير من جماهير نادي الزمالك او محبي نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك بيجدوا في الاعلام الزملكاوي ورموز الاعلام الزملكاوي ان هم حائط صد للقضايا الزملكاويه. بالتاكيد يا احمد، يعني انت من 4 5 سنين ما كانش في حاجه اسمها اعلام زملكاوي. كنا احنا كده افراد في وسط مؤسسات، ما احناش حزمه زي او رابطه زي ما احنا دلوقتي موجودين. نعم. ما فيش شك ان الصوت العالي لقناه نادي الزمالك في الحق وكشف السلبيات والدفاع عن قضايا الزمالك بشكل كبير جدا عملت نوع من انواع الباور عند الجماهير، كمان خلت جماهير الزمالك في حاله فوقان 24 ساعه. زي ما قال شرقاوي، فعلا بيمشوا في الشارع بيعبروا عن سعادتهم باللي حصل، بالطوبه اللي اترمت في الـ في الـ في, الـ في الركود اللي كان موجود، لانه دايما الرياضه المصريه كانت بتمشي في اتجاه واحد، الاعلام المصري كان دايما ماشي في اتجاه واحد. احنا على الاعلام الرياضي، احنا طبعا الاعلام الرياضي، نعم. احنا انا بتكلم على الاعلام الرياضي هنا عموما، نعم. يعني نعم. انت دايما كنت بتسمع، لكن صوتك حتى ما كانش قوي لانه الاصوات اللي حواليك كانت اعلى. كنت تتكلم حد يشكك في اللي بتقوله، ما كانش ليك صوت. انما النهارده بعد ما عملت القناه دي، وقبل القناه حتى برنامج الزمالك اليوم برضو، اللبنه الاولى اللي احنا كنا الحمد لله كنا موجودين فيها، المجموعه بتاعتنا انا مسميها المجموعه الفدائيه، يعني الكتيبه اللي بدات الاعلام الزملكاوي، اثرت بشكل ايجابي جدا مع الشارع الزملكاوي، على عكس مثلا المنافس من حقه طبعا، اهلاوي بيدافع عن ناديه بيدافع عن بتاع، يمكن البعض منهم ما بيعجبوش اللي احنا بنطرحه هنا، زي بالظبط الزملكاويه جماهير الزمالك اللي ما بيعجبهاش بعض الطرح في قناه النادي الاهلي، وده وارد وطبيعي. المنافسه الرياضيه اتنقلت من المدرجات اللي كانت موجوده الى الشاشات، بقى دلوقتي في منافسه اهلاويه زملكاويه عبر نافذه الزمالك، زي ما في هناك نافذه النادي الاهلي اللي كانت وحيده لمده 12 سنه، لا الوقت في تكافؤ في توازن. أنا اعتقد اكتر من 12 سنه، وانت بتتكلم على فكره ان قناه النادي الاهلي بدات 2007 ما انا بتكلم على بدايه قناه النادي الاهلي، ما بتكلمش على الاعلام الرياضي بصفه عامه. لا مش بتكلم، انا على البرامج، لان في برامج قبل كده كانت شويه بتضمن السيطره الاهلاويه. خلينا نتكلم ان الاعلام الرياضي في مصر والمنافسه الحقيقيه اهلي وزمالك، يعني ما حدش عنده اعلام زملكاوي او شاشات تلفزيونيه غير الاهلي والزمالك. مظبوط. يعني ما فيش نادي تاني عنده شاشه ثالثه نقدر نقحمها ونتكلم فيها، لا لحد دلوقتي. عشان كده اقول لك المنافسه تحولت من الملعب للمدرج لشاشات التلفزيون. نعم. انا شايف ان ده ممكن يصب في مصلحه الرياضه المصريه بشكل كبير جدا لو استوعبنا الفكره ولو بدانا ندعم مساله الروح الرياضيه العاليه بين الاهلي والزمالك، وندعم قوي التنافس الشريف القوي اللي بيوصل لحد، انا بقول لك التطرف في زملكاويتي. يعني انت في بدايه كلامك يا احمد قلت احنا دلوقتي بنتفرج على بنشجع فرق اجنبيه وفرق اوروبيه وفرق عربيه، لا انا متطرف، انا ما بشجعش حد غير الزمالك. لا يملعيني كاس عالم ولا يملعيني بطوله اوروبا، قول عليا زي ما انت عايز تقول قول. انا قاعد هنا بناقش قضايا محليه للزمالك والفرق المحليه. انا منغمس في الزمالك، مفيش حاجه تعوضني عن الزمالك. اكيد.